السلام عليكم. البارح كنت كنتفرج وهو بان لي الرئيس ديال الجزائر سي عبد المجيد كيهضر على قال لك اسيدي من 2024 غادي يقدر يدير يعني التحليه ديال البحر الابيض المتوسط ديال الماء المالح يردو حلو، وغادي يقدر يدير مليار و 390 وما عرف شحال متر مكعب في النهار، في النهار ماشي في العام، في النهار يعني شي 320 ألف متر مكعب لكل جزائري في النهار، إلا قسمتيها على 40 مليون، منها لي بي بي ومنها كاع كل شيء، يعني كاع اللي كيتنفس في الجزائر، يعني الجزائر غتولي غارقة، غيغرقها كاملة بالماء، سخوط، وغيخوي لنا البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وغنبقاو بلاش، ما نلقاو فين نعومو، اللي بغى يشرب يمشي الجزائر. وا زعما هاد الخيين هذا والله العظيم فينومين. وواحد الحاجه اخرى اللي هي مهمه، هو قال لك سيدي يجب القضاء على تصفيه الاستعمار، قال لك في اخر مستعمره في افريقيا اللي هي الصحراء الغربيه. كنقول لك اودي مسيو، اخر مستعمره في افريقيا هي في الحقيقه الجزائر، لان انتم استعمرتوها بالنظام الديكتاتوري ديالكم الكبراني الشوفيني، ما خليتهم مساكن لا ياكلوا لا عدس لا لوبيا لا بنان. واش كاين شي، وانتم ما عندكم، ماشي ما عندكمش، عندكم بترول، عندكم غاز، عندكم كاع جميع المسائل ديال الثروه، ولكن والو، يعطي الطاقه ديالك غير في الخوا الخاوي. وكيهضر على قال لك اسيدي الشعوب ديال الصحراء الغربيه تعاني الاستعمار. والشعوب ما كاينش بعدا شي شعب ديال الصحراء الغربيه، كاين غير الشعب ديال الصحراء المغربيه اللي هو المغرب اصلا، وهذوك اللي كتهضر عليهم راه هما الناس ناضوا صحراوة في هذا الزلزال اللي وقع في مراكش، وجابوا معاهم الغنم، جابوا الجمال، جابوا الماكله، جابوا الحوايج، جاوا الكميوات من تمايا، من العيون، من الدخلة، من السماره، من بوجدور، جايين يعاونوا الخوت ديالهم في الاطلس الكبير. يعني مسيره خضراء من الصحراء الى جبال الاطلس. ما فهمتش انا اش من شعب انت كتهضر عليه، واش من صحراء غربيه كتهضر عليها؟ ما كاينش شي حاجه سميتها الصحراء الغربيه، كاين على الصحراء المغربيه صافي، هادشي اللي كاين. وان شاء الله هادشي ديال الحكم الذاتي واللي اللي مازال دابا حاليا، لا انا بعدا شخصيا ما كاين لا حكم ذاتي لا والو، صافي صحراء مغربيه سالينا. النظام المغربي اللي كيتحكم فيه في السياسه ديالو، السياسه الجهويه، السياسه ديال الجهه صافي، راه كاينه الجهه، الجهه ديال الجنوب راه هي داخله بحال الجهه ديال الجهات اللي كاينين في المغرب. وهذا ما كان باش يطرقوا المسمار لهذا الفيلم هذا وساليو معاه. والمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها.